مرحبا بكم في ندوتنا الجديدة، التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الرقمية، مع اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني. ستتناول الندوة خمسة محاور رئيسية. أولا، تأمين مسرح الجريمة الرقمي، يجب الحفاظ على سلامة الأدلة الإلكترونية وعدم العبث بها. ثانيا، جمع الأدلة الرقمية، يتم استخدام أدوات متخصصة لاستخراج البيانات دون تغييرها. ثالثاً، تحليل الأدلة، يتم فحص البيانات المجمعة بدقة لاستخراج المعلومات المفيدة. رابعاً، توثيق النتائج، كل خطوة يجب أن تكون موثقة بشكل دقيق لضمان قبولها في المحكمة. أخيراً، التعاون مع الجهات المختصة، تبادل المعلومات والخبرات أمر حيوي لمكافحة الجرائم الإلكترونية. بهذه الأساليب والضوابط، نعزز قدرتنا على مكافحة الجرائم الإلكترونية بفعالية. انضموا إلينا في ندوة هامة للتعرف على أساليب وضوابط التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الرقمية. اشترك الآن.